وفي هذه الفقرة أسوق لحضراتكم ما تم إنجازه في لجنة الخمسين للدستور مقارنا ما تم إهانتنا به في لجنة المئة لدستور الإخوان، سواء من حيث المواد أو من حيث ممثلنا في هذه اللجنة التي أهين فيها كل الصحفيين والتي دبر فيها دستور بليل ولم نحقق فيها شيئا تقريبا. في دستور 2014 وفي لجنة الخمسين نجحنا مع كل المصريين في أن نضمن التعديلات الدستورية الجديدة ما كنا نحلم به منذ قرنين من الزمان. استطعنا أولا أن نعطي لكل المصريين حق إصدار الصحف سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو شركات أو أفراد بمجرد الإخطار، وأعطينا حق تملك كل وسائل الإعلام الأخرى لكل المصريين بدون قيد. في هذا الدستور أيضا حظرنا، وهي المرة الأولى التي يتم هذا في أي دستور في العالم، حظرنا بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية كافة أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها أو إلغائها حتى ولو بحكم قضائي. كل دساتير العالم فيها إلا بحكم قضائي عدا الدستور المصري. المادة التالية كانت هي إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. ألغينا كل العقوبات السالبة للحرية، أي السجن، في قضايا النشر والعلانية. لم نلغيها للصحفيين وحدهم، النشر والعلانية تنطبق على كل مواطن مصري بيزعق في الشارع دي اسمها علانية. ألغيت الحبس لكل هؤلاء، وتركنا للقانون ثلاث استثناءات لا أعتقد أن عرفا أو أخلاقا أو حقا من حقوق الإنسان يمكن له أن يتجاهلها. استثنينا التحريض على العنف والقتل الذي تضيع بسببه روح بشرية، واستثنينا الخوض في أعراض الأفراد، وكلنا نعلم ما معنى الخوض في الأعراض ونتائجه في بلد كبلدنا، وأيضا استثنينا التمييز بين المواطنين، وهي جريمة جديدة أضافها الدستور حتى لا يسود الصراع بين المصريين على أساس طائفي أو ديني أو غيره. احنا في هذا الدستور لم ننقص فقط الحريات العامة، ولكن أيضا ألزمنا الدولة، أي دولة، بأن تكون الصحف القومية ووسائل الإعلام كلها محايدة وتنقل آراء المصريين جميعا بدون أي انحياز لا لحكومة ولا معارضة، لأنها صحف الشعب وليست صحفا لحكومة أو لمعارضة. على هذا الأساس الدستوري بدأنا في هذه النقابة عملية هي الأولى من نوعها أيضا في تاريخ الصحافة المصرية، وهي أن أبناء الإعلام والصحافة المصريون يقومون بأنفسهم بصياغة كل القوانين المنظمة للمهنة. وشكلنا لجنة أخرى اسمها لجنة الخمسين لتجتمع من شهر أغسطس الماضي لكي تصوغ تشريعات جديدة سوف يتم عرضها على المشرع لإصدارها، أي من الصحفيين والإعلاميين مباشرة إلى المشرع. النقطة الثانية هي الأوضاع المالية للنقابة والصحفيين، والحقيقة هناك بها نقاط فرعية كثيرة. أول نقطة ميزانية النقابة، وهي موجودة قدام حضراتكم وهتعرض على زملائنا في الجمعية العمومية بتفاصيلها، لكن تلخصها الآتي: لما جينا في 15 مارس 2013 كان هناك عجز في ميزانية النقابة نقدي 4.7 مليون جنيه. النقابة النهاردة فيها فائض نقدي يصل لعشرين مليون جنيه، يعني الفرق بالعجز 25 مليون جنيه غير ما أنفق. هناك 20 مليون جنيه في خزن النقابة ما بين حسابات جارية وبين ودائع وبين شهادات استثمار. اثنين، مشروع العلاج
مشروع العلاج مشروع يشترك فيه نحو 20,000 زميل وأسرته، 20,000 مستفيد. هذا المشروع ظل يعاني عجز منذ أن بدأ تقريبا، عدا فترة قصيرة تم فيه دعم حكومي له. اليوم وبعد سنتين من هذا المجلس، مشروع العلاج به فائض هذا العام 1.3 مليون جنيه، بالإضافة ل 2 مليون جنيه موجودين على ذمة مشروع العلاج لاستخدامهم في عام 2015. وده أدى لإيه في الممارسة؟ إن مفيش زميل واحد بيرجع من مستشفى أو من دكتور أو من معمل، لأن محدش بقى مديننا، إحنا عندنا فلوسنا ونقدر ندفع منها في أي وقت. كمان كان عندنا حالات حرجة المجلس الأعلى للصحافة بيدفع لنا فيها مساهمات، وقفت مساهمة المجلس الأعلى لأسباب محاسبية، فقدرنا نجيب دعم مباشر من وزارة المالية 300,000 جنيه موجودة في النقابة لعلاج الحالات الحرجة العاجلة لزملائنا وأسرنا. المعاشات، النقطة اللي بعدها، لما سلمنا شغلنا في مارس 2013 كانت قيمة المعاش المقررة في ميزانية الحكومة 400 جنيه، لكن المجلس السابق أو الزميل النقيب السابق خد قرار بزيادتها ل 800 بدون وضع هذه الزيادة في موازنة الدولة. فجينا من مارس لغاية شهر 7 ودفعنا واستلفنا واستدنا بما فيها من المجلس الأعلى للصحافة، والجوابات موجودة عندنا، كل اللي بقوله أو مستنداته موجودة لمن يريد الاطلاع عليها، عشان نقدر ندفع 800 جنيه لغاية نهاية يونيو. لكن قدرنا بقى من يوليو 2013 نثبت في موازنة الدولة الزيادة اللي هي 800، بحيث تصبح زيادة ثابتة ومستقرة. وجينا في مارس 2014 ورفعنا العلاج من موازنة الدولة إلى 900 جنيه. وجينا من مارس اللي جاي بعد سنة من هذه الزيادة لكي يصل المعاش إلى 1,000 جنيه، وهو مبلغ زهيد وقليل بالنسبة لزملائنا وعطائهم واحتياجاتهم، لكن احنا بنقول هذا يعني نوايا تسند الزير. بدل التدريب والتكنولوجيا، بدل التدريب والتكنولوجيا في مارس 2013 كانت قيمته 760 جنيه، واستلمناها بهذا الحجم وهذا القدر في يوليو 2013 ومع زيادة المعاش، وما كانش على فكرة في انتخابات، كنا يا دوبك لنا 4 شهور خارجين من الانتخابات، رفعنا مع الدولة من 760 إلى 918 بنسبة 21%. ثم جينا في مارس 2014 ورفعنا أكبر زيادة قبل سنة من نهاية مدة هذا المجلس، مارس السنة اللي فاتت، وبرضه ما كانش في انتخابات، لكن كان في حاجة أهم، كان في حكم قضائي صدر من محكمة القضاء الإداري في اسكندرية، وكانت النقابة قد تدخلت فيه، فأصبح حكم قضائي نهائي وبات. الحكم بيقول إيه؟ وده اللي بيؤكد إن إحنا إزاء حق أخذناه. بيقول بأنه يكون تقرير ذلك البدل متناسبا وحقا لصيقا لمهنة الصحافة، وليس منحة من الدولة، إن شاءت منحتها تارة وإن رغبت منحتها تارة أخرى، مما يتوجب تقنينه من الدولة بعد أن صار من مستلزمات المهنة. الحكم بيقول إن نقابة الصحفيين هي الإطار الشرعي الذي تتوحد فيه جهود الصحفيين دفاعا عن حقوقهم، وهي التي يقع على عاتقها المسؤولية الوطنية في الزود عن حقوقهم تجاه الدولة بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا. ده انتهى ان احنا في مارس 2013 وقبل سنة من الانتخابات اوصلنا البدل للمرة الثانية في هذا المجلس من 918 الى 1200، والمرة الثالثة بعد مرور سنة على هذه الزيادة الاولى خدنا حقنا تاني، زاد البدل من مارس ده اللي جاي الى 1400 جنيه للزميل، لتصبح اجمالي الزيادات منذ ان وصل هذا المجلس 95% من قيمة البدل الأصلية، من 760 إلى 1400، يعني بزيادة 95%
في عامين فقط. الشيء الثالث الخدمات والأنشطة، ودي أمر بيهم زملائنا، وأنا عايز أقول في عجالة. أولا عندنا مشروع إسكان 6 أكتوبر. مشروع إسكان 6 أكتوبر ده عبارة عن قطعتي أرض، 30 فدان خصصت في 2006 للنقابة، و 34 فدان في 2009. لما جينا كان القطعتين على وشك السحب من النقابة لأننا لم نسدد شيء. في خلال مدة هذا المجلس استطعنا ان احنا اولا ننهي مرحلة التعاقد على القطعة الاولى تماما واستلمناها بالفعل، وصدر سددنا كامل النسبة المقررة من كامل المبلغ، والقطعة الثانية خدنا قرار من مجلس الوزراء بان تستمر في ايدينا لحين سداد بقية المستحقات وبناء الارض عليه وبناء المساكن عليه. والان لدينا اتفاق مع وزارة الاوقاف، اتفاق مبدئي، يتم الان مراجعة العقد النهائي له مع الوزارة للقيام ببناء هذه الارض. القطعة الاولى سنبدأ بيها، والقطعة الثانية ان شاء الله هننتهي بها. عندنا بعدها وحدات التمويل العقاري. وحدات التمويل العقاري دي بروتوكول احنا وقعناه مع صندوق التمويل العقاري في وزارة الاسكان، خدنا بموجبه 1000 شقة، 1000 شقة كاملة التشطيب من اسكان الشباب في 6 اكتوبر في المشروع جنوب طريق الواحات، مشروع ابن بيتك. والشقة دي مدعومة من الدولة ما بين 10,000 الى 25,000 جنيه، وتم التقدم من عدد كبير من الزملاء لألف شقة، وعدد كبير جدا منهم انهينا اجراءات وتسلم بالفعل هذه العقار. عندنا اتفاق ايضا مع وزارة الاوقاف، هذا اتفاق انا بقول كل اللي جاي ده بقوله ده ملتزمين بيه قبل نهاية 6 مارس، قبل نهاية مدتنا. عندنا اتفاق مع فضيلة وزير الاوقاف والقائم باعمال رئيس الهيئة على منح النقابة عشرات من الوحدات السكنية في الأيوبية والإسماعيلية وصهاج وكفر الشيخ والدقهلية، ودي وحدات هيتم التعامل المالي معاها وفقا لشروط وزارة الأوقاف اللي حضراتكم عارفينها جميعا. عندنا أيضا وحدات الإسكان العاجل في وزارة الإسكان، خدنا موافقة من وزير الإسكان على أنه اي زميل لديه ظرف طارئ سيتقدم للنقابة والوزارة ستدرس حالته وتعطيه سكن في مدة لا تزيد عن 2 أسبوع اذا كانت حالته تستلزم هذه العجالة وهذا الشيء الطارئ. الشيء اللي بعده مصيف بلوزة، وانا حاكي قصة بلوزة في الورق، وبلوزة مر عليها حوالي 8 مجالس، والبعض كان بيشغل مناصب مهمة في هذه المجالس، لا جابت الفلوس ولا جابوا ارض. فاحنا اللي قدرنا نعمله ان احنا جبنا الفلوس اللي خدتها الحكومه واللي خدها النصاب اللي هرب بالفلوس من فلوس الصحفيين، والقصه موجوده قدام حضراتكم عشان نعوض زملائنا عن كل ما دفعوه. والان لدينا في النقابه الاموال المخصصه لسداد اقساط زملائنا، اي حد هيجي باوراقه هياخد فلوسه فورا. وادينا ميزه اخرى لزملائنا في بلوزة عشان نعوضهم عن سنوات طويلة بأن احنا اعطيناهم الأولوية في أي مشروعات جديدة في النقابة من حقهم، هم صبروا 21 سنة وضاعت فلوسهم وبعضهم توفاه الله، لكن مش ممكن نجازيهم مرتين. عندنا بعدها وانا هسيبه لحضراتكم مدينة الصحفيين في التجمع الخامس، وتفاصيلها موجودة مش هأفرط فيها هتقروها. عندنا بعد كده انا اسف هي لكن حاجه ده امر الله بقى، المدافع، لانه ده شيء كلنا في الاخر هيحله، محدش فينا هيهرب. يعني حصلنا اولا على موافقه محافظه جيزه على تخصيص عدد كبير من المدافن للصحفيين المقيمين في الجيزه واسرهم، وجاري حاليا اجراء انهاء الاجراءات مع اللجنه المختصه، وسيعلن الشروط قبل 6 مارس بإذن الله، لأنه ده نهاية المجلس مش موضوع انتخابات. أيضا
أخذنا من وزارة الإسكان موافقة مبدئية هتترجم في خلال أيام لموافقة نهائية أيضا على مدافن في 6 أكتوبر لسكان القاهرة الكبرى كلها، مش محافظة الجيزة، هي أسعارها أغلى شوية من محافظة الجيزة لكن أيضا هتكون منتهية خلال أيام. هناك حديث عن الحج والمصاعب اللي شفناها وإزاي قدرنا نيسره. هناك بعدها النوادي، عندنا الحقيقة كان نوادي وقفت، وللأسف كان منها نادي الصحفيين في اسكندرية، دول 2000 متر أرض تركوا من كل المجالس السابقة بدون أي تحرك. لما جينا لقينا الديون اللي علينا 23 مليون جنيه غرامات ومستحقات وما حطناش فيها طوبة. هذا النادي بالاشتراك مع زملائنا في مجلس نقابة اسكندرية اللي كانوا موجودين عندنا فور انتخابهم، اخذنا القرار التالي في مجلس النقابة ان احنا قررنا البدء فورا في بناء النادي وليس فندق على نفقة النقابة من الفلوس اللي احنا محوشينها وجبناها، معنا عندنا فلوس نصرفها في الخير، نبني هذا النادي. واستعنا باحد كبار المهندسين مكاتب الهندسة الانشائية متبرعا لعمل كافة الرسومات والإشراف على كافة الإنشاءات في خلال فترة وجيزة للغاية، وبدأ بالفعل برفع المعاينة على الأرض، وستبدأ عملية البناء بحد أقصى إن شاء الله نكون بدأنا فيها بنهاية إبريل، ونستغرق نتوقع إن شاء الله بالطريقة اللي احنا هنبني بيها لأنه مش هيبقى بناء تقليدي، نخلص على الصيف بإذن الله ويتحول لنادي للصحفيين ويدر أيضا دخل على الصحفيين. النادي اللي بعده اللي انا كنت مسميه في برنامج الانتخابي الكنز الضائع، 50,000 متر في التجمع الاول عند فندق دبليو جي عند الميراج، للاسف دفعنا فيه حوالي 11 مليون جنيه اقساط وضاعت الارض مننا برضه. شركه مدينه نصر الاسكان والتعمير سحبت الارض وخدت علينا حكمين قضائيين، حكم اول درجه وحكم استئناف، والقضيه دلوقتي في النقض. فاحنا المجلس الحالي عمل ايه بقى؟ الشركه طرحت الارض لمشروع تاني اسكاني، فاحنا قلنا نهزهم، فنشرنا اعلانات في كل الصحف بان هذه الارض متنازع عليها وانها ملك لنقابه الصحفيين وانها منظوره امام القضاء عشان نفتح طريق يا للقضاء يا للتفاوض اللي بجد، وهذا الكلام منشور طبعا في الصحف قدام حضرتك. اخر شيء وده بشرى لزملائنا في الدلتا، هي عدد من الزملاء الصحفيين في الدقهلية عملوا جهد مثمر لمحاولة التوصل لتخصيص قطعة أرض على الكورنيش في المنصورة لنادي للصحفيين، وتدخلنا وأجرينا اتصالات مكثفة شفوية وكتابية مع محافظ الدقهلية، وهذه الاتصالات تتم الآن لإنهاء كافة إجراءات التخصيص للبدء في بناء نادي لزملائنا في الأهلية والمحافظات المجاورة يليق بهم وبأسرهم. هي ما فيش نقابة فرعية لكن يجوز. طبعا في كل حاجة. هناك خدمات بنعتبرها خدمات متفرقة، منها إقامة وحدة للسجل المدني في النقابة، لدينا وحدة ثابتة الآن للصحفيين وأسرهم، هتطلع بطاقتك مكتوب عليها سجل مدني نقابة الصحفيين. والوحدة الآن تعمل بالفعل وحيلحق بها قريبا وحدة أيضا للجوازات ووحدة لتجديد رخص السيارات ورخص القيادة، وخدنا موافقة عليها من وزارة الداخلية وجاري العمل فيها. يبقى أيضا هناك خدمات خاصة بالتأمين اتفقنا عليها من سنة مع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، للتأمين على الحياة وعلى السيارات بأسعار خاصة للصحفيين وأسرهم. لكن الأهم وثيقة لأول مرة تتم في مصر والعالم العربي للتأمين على مخاطر المهنة. الصحفيين ما عندهمش، لا تقبل شركات التأمين عمل وثيقة على مخاطر المهنة. اتعملت بسعر جيد جدا وموجود هذا السعر وهذه التفاصيل في النقابة، وأنا بدعو مش الزملاء، بدعو المؤسسات الصحفية أنها تؤمن على الصحفيين الميدانيين واللي بيزيلوا في مواقع الخطر وفقا لهذا الاتفاق. دعم الزملاء المرشحين مجلس النواب. حماية الصحفيين ده البند الرابع. وألف فيه أثناء العمل ومش هأفيد كتير عشان أنا طولت عليكم، لكن حضراتكم تعرفوا جميعا إن إحنا كان دائما هناك
غرف عمليات لمتابعة الزملاء، واللي قدرنا نعمله أكتر لمتابعة زملائنا الميدانيين أعضاء نقاب أو غيرهم، إن احنا وفرنا من الداخلية ومن الجيش حوالي 80 طقم سترات وخوذ وأقنعة واقية عشان نحمي زملائنا أثناء أدائهم العمل. أيضا عندنا الاعتداء أو القبض على الصحفيين، ده ضمن الحماية، وأنا حاطط قدام حضراتكم 11 شيء اتعملوا وعندي كل المستندات لمن يريد. أولها أن النقابة في كل الأحوال وعندها عشرات البيانات للإدانة المباشرة والصريحة لكل طرف تعدى على صحفي بمن فيهم مسؤولين في الدولة ومن يريد أن يرجع، عندنا سجل كامل بهذه البيانات. اثنين، قدمنا حوالي 50 بلاغ للنائب العام والنيابات الأخرى المختصة فيما يخص اعتداءات على الزملاء الصحفيين سواء أدت لإصابة أو أدت لقتل، وعندنا أيضا صور كل هذه البلاغات وكشف بيها في الشؤون القانونية، أي حد من حضراتكم يتكرم يطلبها هيجدها قدام. أيضا في هذا السياق تشرفت مع وفد من زملائي بزيارة السيد النائب العام وجلسنا معه 3 ساعات لكي نبحث معه قضايا الصحفيين سواء الشهداء والمصابين أو المحبوسين احتياطيا اللي يملك هو التصرف فيهم، أو حتى المحبوسين أمام المحكمة واللي يملك في مرحلة الاستئناف أن يتدخل في القضية. وحركنا معه عدد من القضايا يمكن أشهرها قضية زملائنا في الجزيرة وزميلنا عبد الله الشامي اللي تم عنه الإفراج عنه بالفعل، وبالمناسبة كل ده بمكاتبات أيضا رسمية باسم هؤلاء الزملاء موجودة في النقابة ولدى النائب العام. أيضا قدمنا لوزارة الداخلية عشرات المذكرات فيما يتعلق بأي حادثة تمس صحفي حتى لو لم تكن قضية تتعلق بالنشر، حتى لو كانت خناقة في البلد أو القرية أو شيء يتعلق بمنافسة حتى على العمودية في قرية من القرى، وأيضا لدينا كشف وصور بهذا. الفريق القانوني للنقابة حضر مع زملائنا أعضاء المجلس جميع التحقيقات بلا استثناء في النيابات مع جميع الزملاء في قضايا النشر أو غيرها، على الرغم من القانون لا يعطينا الحق إلا في الحضور في قضايا النشر، لكن جميع التحقيقات تمت بإثبات حضور النقابة بالمخالفة للقانون وحضور أيضا زملائنا في مجلس النقابة. الفريق القانوني أيضا بيحضر جميع جلسات المحاكمات للزملاء اللي حيلوا المحاكمة سواء كانوا أعضاء نقاب أو غيرها، وأنا بذكر هنا الزميل محمد فاضل فهمي من قناة الجزيرة والزميل باهر اللي احنا كتبنا 5 مذكرات للنائب العام ورئيس المحكمة ورئيس محكمة الاستئناف القاهرة للمطالبة بالإفراج عنهم حتى تم الإفراج، وإن شاء الله قريبا هتلتقوا مع الزميل محمد فاضل فهمي هنا معي على منصة هذه النقابة لكي يحدثكم عن دور النقابة في الإفراج عنه. أيضا الفريق القانوني حضر كل الجلسات والمحاكمات اللي تتعلق بإصابة أو استشهاد زملاء لينا وكل جلسات التحقيق كما ذكرت، وطبعا المحاكمة اللي بتتم حاليا للرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من معاونيه فيما يتعلق بجريمة الاتحادية والتي استشهد فيها المرحوم الحسين أبو ضيف. النقابة تشارك في كافة الجلسات عبر ممثلها القانوني، طبعا احنا مش طرف مباشر ولا يجوز، لكن احنا منضمين للدعوة بحسب قانون الإجراءات الجنائية. النقابة كمان بتتابع بصورة شبه يومية، واللي يرغب من حضراتكم ان ياخذ مني نمر تليفونات زوجات زملائنا او ابنائهم، وهم 7 زملاء أعضاء نقابة فقط في السجن الآن. لدينا الزملاء محسن راضي وهاني صلاح الدين وأحمد سبيع وإبراهيم الضراوي أمام المحاكمات، واحد منهم في قضية هروب من وادي النطرون، 2 في قضية غرفة عمليات 4، 1 في قضية التخابر مع حماس، وعندنا 3 رهن التحقيق، الأستاذ أحمد مسعود والأستاذ محمد علي محمد والأستاذ مجدي أحمد حسين، ومؤخرا كما تعلمون أفرج عن الزميل الأستاذ أحمد عز الدين الصحفي بجريدة الشعب أيضا بتدخل قانوني مثبت بالمستندات
من نقابة الصحفيين وهو الآن في منزل. أيضا وده النقطة قبل الأخيرة، النقابة أجرت عدد كبير جدا من الاتصالات الشفوية والمكتوبة مع كل الجهات المختصة في مصر سواء أمنية أو قضائية أو نيابية من أجل الإفراج عن زملاء كان بيتم القبض عليهم في ظروف متغيرة وكثيرة، وكان بعضهم يعمل عملا مهنيا والآخر يعمل عملا سياسيا، لكن التدخلات دي أسفرت عن الخروج عدد كبير منهم، أسمائهم موجودة كلها في الشؤون القانونية.